أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. شهد اليوم الأول من انطلاق الانتخابات اللي أعد لها حزب المؤتمر الوطني شهد تواصل التظاهرات في معسكرات النازحين بدارفور، كما قاطع المواطنين بصورة عامة عملية الاقتراع، ففي معسكر كلمة ومعسكرات زالينجا الخمسة بالإضافة لمعسكر مورني ورونغتاس طلع النازحين في تظاهرات داخل معسكراتهم. أما في مدن بورسو السودان والقضارف والأبيض ونيالة ومحلية الأضية ومحلية الميرم لوحظت المقاطعة الواسعة والكبيرة من قبل المواطنين لعملية الاقتراع. مستمعينا الكرام، امتدت تغطيتنا في راديو دبنجا لتشمل بعض المدن والمحليات حول مدى إقبال المواطنين للتصويت، حيث كان السمة العامة هو إحجام المواطنين. ففي بورسودان بالشرق قال مواطن لراديو دبنجا وهو بيصف اليوم الأول للانتخابات القطاع قطاع واسع من المواطنين: طبعا بدأت اليوم الأول للاختراع. ملاحظة الأبرز إن الليلة يوم الليلة في بورسودان كانت في مقاطعة شكل كاملة للانتخابات حوالي 10 مراكز. النسبة حقت المشاركة في الاختراع من المواطنين كانت نسبة بسيطة جدا جدا، مراكز فيها 20 نفر جرى الاختراع، مراكز فيه 30 نفر في الاختراع. حتى الأحياء اللي كان يتوقع الجول مشاركة فيها للانتخابات كبيرة زي الأحياء اللي على أطراف المدينة ما فيها مشاركة في الغادسية وولع، ودي أحياء في الانتخابات فاتت شهدت مشاركة كبيرة جدا من المواطنين. المقاطعة حقت الناس المواطنين بيعزوها لكثير من الأسباب، يعني المواطنين بيعزوها للمسألة حقت إنه يعني الآن المسألة بتاعت ارتفعت الأسعار في مدينة السودان بشكل خرافي، الغياب بتاع فرص العمل، التدهور المريح في عملية الصحة والتعليم، فبركت بفكرة من إنه ما في إحساس من إنه هذه الانتخابات تساهم في تغيير الواقع بتاع الناس. مركز زي النادي الجبتي في وسط مدينة بورسودان عدد الذين جاءوا للاختراع لم يتجاوز 20 شخص قبل زي نص ساعة. أيضا الأحزاب ذات الطبيعة حقت البعد الإقليمي هي مقاطعة الانتخابات، أحزاب التواصل ومؤتمر البيجا، ودي أحزاب أثرت بمقاطعة الانتخابات إن الحزب الحاكم فاقد لأي كاريزما سياسية أو اجتماعية لتنفذ انتخاباته. أيضا ما غير هذه الانتخابات المثل حقت تقسيم الدوائر، الحاجة اللي حملتها من دلالات إنه يعني وصف إنه حزب المؤتمر الوطني حاول يفصل حساباته اللي حصلت في الانتخابات الفاتت، زود 5 دوائر الناس بيفتكروا انه عانى منها في انتخابات 2010، ودي مثلا زي الدائره 5 الدائره حقت ادريس شيدلي بكاد يخسرها الحزب الحاكم، فقام زوده في هذه المره في السجل الانتخابي. الدائره حقت جروب توكر الكافه قتل اللي هي الدائره 28 قروره، تم دمجها في دائره ثانيه. ايضا الدائره بتاعت جبيت برضه تم دمجها في دائره اخرى، الدائره حقت سواكن الريفا تم دمجها حتى توصل نهايه رئيس المطارات الى قبه البرلمان. فالقضايا بتاعت نزاعات الاراضي، القضايا بتاعت السلطه المحليه مع المدارس، المارشع عن فساد الافساد في الولايه، كلها ادت الى هذه النتيجه بتاعت العزوف. انا اتوقع خلال يوم بكره ما حتكون في مشاركات للاجهزه النظاميه وغيره وغيره لمحاولة، لكن عموما المواطنين كانت مستمعينا الكرام، كذلك الحال في مدينة القضارف، حيث أشار المواطنين إلى خلو مراكز الاختراع من المواطنين، وقال واحد منهم لراديو دبنجا وهو بيصف اليوم الأول: صراحة يعني الانتخابات في ولاية القضارف يعني المراكز في الشكل خاوية تماما، يعني من الإقبال بتاع المواطنين ما في إقبال المواطنين من خلال استطلاعات الرأي بتاعتنا اللي عملناه، إنه المواطنين يعني سيموا من هذا النظام الذي استمر لأكثر من 25 عام، ودائما النظام بيقول وعود وما بيخبر الناس للوعود بتاعتهم، والاستحقاقات اللي بيقولها دائما يعني كلامه كله عبارة عن كذب ونفاق، والناس كلهم يعني الآن موجودين في بيوتهم، يعني الناس قاعدين. حتى أنا بتكلم معاكم وأنا يمكن في خارج ولاية القضارف في بعض الغرف، عملت جولة على بعض الغرف، يعني العربات الآن بتجي للمواطنين وما في دول بيتحرك من المواطنين عشان يمشي المراكز، يعني المراكز فيهم خاوية. فالحاجة أنا دائما أقولها أوضحها للرأي العام إنه ما يجي بعد ذاك المطور الوطني في المجموعة السندو بتاعته أو النتائج تحت الفرد المعلنة يقول إنه البشير ده مثلا فاز 99% أو 80%، يعني إلا يكون كذب وتزوير وتبليغ بالنسبة للمواطنين. أموال صرفها في الانتخابات دي بتاعت الإسجان والأموال الكثير تم صرفها دي كان أولوية المواطن، المواطن محتاج للطرق، محتاج للكهرباء،
الثانية الآن الفقر في كل مكان، يعني الآن المواطن بحاجة من كل المشكلات الصحية الموجودة في الولايات، وبالذات يعني ولاية القضارف واحد من الولايات اللي فيها إنتاج كثير جدا، لكن كل الحياة دي بتمشي لحياة فارغة من ضمن الانتخابات. المواطن السوداني فين يعني من هذا الرجل الذي سمع عمر البشير؟ يعني يمكن أن يستمر عمر البشير في قطاع الشعب السوداني، يمكن أن يستمر بأن يقول للناس أنه حمل لكم تنمية وأنه حيقود الناس إلى الجنة وأنه الحياة يعني الحياة كلها خذ حبلات. إخوانا ما تمشي رسالة غير اقتناع، لأن نذير كفاية 25 سنة بتكذبوا علينا وما عملوا لنا حاجة. فأنا أقول الشارع السوداني والرفض الآن كل الناس تطلع للشوارع لكي نلغي هذا النظام الفاشل ونذهب به إلى مزبلة التاريخ. ومن القضارف مستمعينا الكرام انتقلنا لمدينة كوستي، وكان في مقاطعة واسعة ويتحدث لنا واحد من المواطنين حول اليوم الأول للانتخابات في كوستي. الانتخابات والله سفر على الشمال في انتخابات إذاعة كوستي، مشينا المركز بتاع النصري اللي في مدرسة المركزة، والله ما لقينا ولا زول واقف. المركز بتاع 36 والله ما لقينا ولا زول، إلا كان ناس الشرطة والناس الموظفين بتاع الانتخابات. المركز بتاع 41 ولا زول إلا ناس الموظفين بتاع الانتخابات. المركز بتاع مربع 43 إلا ناس الانتخابات. المركز بتاع 36 إلا ناس الانتخابات، ما في مواطن فات. المركز بتاع كادو يعني حماو في الماو، لكن دي ناس من هناك جلنا ما في زول. المركز بتاع 34 اللي بحال أنا ذاتي ساكن بشوقوا له الناس، يعني كل عزمهم النظر ما ظننا الله على ما حصله. لغايه هسه انا بتكلم معاك هسه الساعه يمكن قريب 3 بتكلم معاك ضرب على الراهن الليل. اما زلمه بيسوون نسوان يرسلون عربيه رحمونا مرقوا صوتي فين شايف لهم بيشوف، والله ما فوت 200 نفر. دينا بتحس استاذين عطلة، يعني يوم المعطل يعني زي الجمعة الناس ما طلعت الشغل ما في أي حاجة، يعني زي بتحس بس حاجة كده زي ما عندهم خبر بتاع وفاة وجاب لهم، لكن الناس ما في واضح تتحس بالشارع إنه في انتخابات ولا شعب فرحان ولا زي ما عندهم جاب لهم خبر بتاع عادة يروحي كلمتنا يا رب. وكذلك الحال مستمعينا الكرام، تمت مقاطعة واسعة من المواطنين لعملية الاقتراع في يوم الأول بمدينة الأبيض، حيث لم تشهد مراكز الاقتراع أي إقبال من قبل المواطنين. وفي هذا الشأن برضو سمعنا لواحد من المواطنين من مدينة الأبيض وهو بيصف اليوم الأول للاقتراع. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحدثكم من مدينة الأبيض والتي تشهد أول أيام الاقتراع في الانتخابات السودانية، ونحن كمتابعين للحدث من أرض الواقع نقول إنه هذه الانتخابات أثبتت وعي الشعب السوداني ورأيه الواضح في إنه هذه الانتخابات مزيفة وهي عبارة عن مضيعة للوقت وهي عبارة عن تعميق لأزمة السودان، وقد أثبت الناخبين بما لا يدع مجال الشك إنهم هم ضد إرادة سوق هذا المجتمع السوداني إلى طريق مسدود بهذه الانتخابات المزيفة. منذ صباح اليوم بدأنا جولة على مراكز الاقتراع. الجولة بدأت بالربع الأول اللي هو المركز الموجود في مدرسة النجاح. جملة الذين صوتوا لا يتجاوز 10 أفراد، ثم مرورا بالمراكز شرق المدينة، القلعة، كريمة، طيبة، أمير، الصفا، كل هذه المراكز الإقبال فيها ضعيف جدا، وحتى منسوبي المؤتمر الوطني هم نائمون على أماكنهم التي أعدت لاستقبال الناخبين. حسب متابعتنا مع شهود العيان في الأحياء الغربية في 13 والأحياء الجنوبية الصالحين والثورات، الإقبال ضعيف جدا رغم أنه الدولة أعلنت عطلة رسمية حتى يتمكن الناخبين من المشاركة، ولكنهم يتندروا في كل وسائط الإعلام المسموعة والمشاهدة والفيسبوك والواتساب إنه دي عطلة نوم. ولذلك نحن بنفتكر إنه هذه الانتخابات عبرت عن إرادة الشعب السوداني الحقيقي في إنه هذه الانتخابات هي مضي على الوقت تزييف إرادة الشعب السوداني. كما نوضح لكل الناس معانا في المدينة وكذا إنه والله الشعب السوداني الآن أصبح ما محتاج لتوعية ولا محتاج لحملة عشان يعرف حقه. الآن كل الناس لازمين منازلهم تماما وشكرا. وفي مدينة نيالا لم يختلف الحال أيضا كثير، حيث أبلغ المواطنين راديو تبنغا بأنه في مقاطعة واسعة لعملية الاقتراع. وقال واحد من المواطنين لراديو تبنغا من نيالا، كان الإقبال بسيط خالص جدا، ما في ناس منه
رأس الصراع، ولما تسأل الزوج بيقول له إنه ليه أنت مثلاً ما مشيت عشان تفوض ولا كده، بيقول لك إنه مثلاً أنا لو مشيت أديت صوتي للزول وأعطني حاجة ما بيوفي لي بوعودي، لأن أنا عندي تجربة وأن الدواء الثابت بخاف من جرة الحقيقة. الزول حتى لو صوته ما هيوفي الوعد اللي هو قاله، وبعد ذلك أنا ما عندي فائدة في الكلام ده. في جزء من الناس بيقولوا إنه كمان الانتخابات دي هي واضحة وما محتاج لأي جدال، لأن الناس الفائزين فيه معروفين وما محتاجين تاني إنه الزول يمشي يسويت لهم. من ما أصبحنا من الصباح حتى الآن يعني الساعة 3:30 والمراكز بيدخلوها الساعة 6، ما في نهاية، الناس انقطعوا من المراكز. الإعلام قال إنه المراكز مليانة ومنتهمة، نزلنا أكثر من 5 مركز اللي هو مراكز في نيال الجنوب، في تكساس جنوب وفي تكساس غرب، وبعد ذلك نزلنا حتى نيالة وسط، ومشينا بجينا إنه في مركز برضو شمال للسوق الكبير لنيالة، بجينا إنه برضو المركز دي فاجرة يعني. ولما انتقلنا برضو قال لنا إنه والله الناس ما جو، وبعد ذلك الناس متواصلين طوالي في عمالهم، ما تزول ذات بيته ذات بيته، واللي بنزل الموظفين. أما التجار هم الآن قاعدين في السوق والسوق متواصل، حتى إنه ما تشوف وقت إنه أنت قاعد في أجواء بتاعت انتخابات، الناس تماما إنه مستقلين من حاجة بقول لك. فبالتالي يعني دي حاجة حاصل الآن في نيالة بتاعتي، ما في أي تجاوب. أما بمحلية القضية التزم كل المواطنين منازلهم، وكانت الشوارع في اليوم الأول للاختراع خالية تماما من المارة، وما شهدت مراكز الاختراع أي إقبال من المواطنين. وبنقدم لكم حديث واحد من المواطنين من داخل محلية القضية. نحن عموما في محلية القضية الانتخابات الآن في الظل بتاع التوتر لا ينفع نهائيا. الناس الليلة ما مشوا، مشوا قليلين قليلين، مشوا في المؤتمر الوطني بس. الشوارع والله الآن فاضية، الشوارع الآن فاضية. والآن نسح من القضية طلعنا إلى منطقة اسمها منطقة إدارية جديدة يعني نازعة جديدة. والآن نحن نسح قدام الآن نحن ناس المفوضية والمركز الآن خالي تماما، خالي تماما، ما يتعدوا سوى 20 أو 15 نفر الموظفين. الكلام ده كله غش. فالشعب السوداني يا أخي محتاج لبسيط لعيشه بس عشان يأكله، وللخدمات الأساسية. فأنت إنسان 26 سنة ما صلحت في خدماته، ما صلحت في وضعه المعيش والاقتصادي، فكيف إنه عشان ما أنا أمشي عشان يضيع زمني؟ الزمن الناس تمشي تضيعه في الانتخابات وفي بتاعها، أفضل إنه 6 أشياء تكون شغالة مواصلة، التاجر يكون شغال، الرعاية يكون ساحين بمواشيه، وما تضيع زمنك. آخر شيء قفلوا تحتيكم ويمشوا، ده الفهم. الناس تلتزم بيوتها وما تضيع زمنها وما تزعجوا أنفسكم بالانتخابات. وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، هنخليكم تسمعوا لمواطن وهو بيتكلم عن اليوم الأول للانتخابات من محلية الميرم، وكان ده حديثه. في 2 مركز، واحد اسمه بوك والثاني اسمه تردامة. مركز بوك ومركز تردامة تبار لمحلية الميرم. امبارح تم سحبها، امبارح الساعة 9 مساء تفوات أمنية مضت عليها 10 ساعات ورجعت. الحتة دي كلهم مرشحين استنكروا هذا الكلام وطعنوا في المفوضية وفي الدول العام في الانتخابات غير مرقوب فيه. فقط نار الشريحة في وسائل فاسدة، في إنسان ولك الدين والمغادر. خلاف ذلك أنا أفضل وخليل جداً جداً هم الناس اللي مشوا المراكز، يعني كل الناس ما مقتنعة بالصناديق وما مقتنعة بالتصويت، فقط إلا أزر الناس المرشحين اللي هم الأكثر ناس مشاركين. لكن خلاف ذلك الأصوات العظمى لقية المواطنين ما مرغوبين في الأندية التصويت، كلهم زهجانين من عملية التصويت، ما عندهم أي رغبة فيه. يعني في أعمالهم العادية جداً لعدم وجود التنمية والخدمات من قبل، وكلها شعارات كاذبة وما فيش أي شيء جديد، لأنه الناس هنوصل لغناء وصل لغناء. هذا الوضع غير عجيب، وهم الآن بيعانون من وضع اقتصادي حرج جدا، لأنه ما فيش أي جهة. هم الآن يعني بيحتمد على في التجارة، لأنه التعامل مع الجنوب في التجارة مقفول، وضع الاقتصادي سيء جدا رديء، الوطن المعيشية غالية، وإنسان مغلوب على أمره يعني هو تعبان في نفسه أصلا. مستمعين الكرام، بحديث المواطن من محلية الميرم بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اللي خصصناها لتغطية اليوم الأول من الانتخابات اللي عد لها حزب المؤتمر الوطني، حيث شهدت معسكرات النازحين بدارفور مظاهرات لليوم الثاني على التوالي بتندد وبترفض عملية الانتخابات وبتنادي بسقوط النظام، كما طفنا في مدن متعددة من الشريك إلى الغريب
إلى الوسط ووجدنا مقاطعة واسعة من قبل المواطنين لهذه الانتخابات، وقدمنا لكم شهادات مواطنين من هذه المدن. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في تغطية أخرى لليوم الثاني للانتخابات. مني لكم أطيب التحايا.